بص لنا، احنا هنا في فلاتكس لابس يوم العرض سايكل واحد. لو تقدم نفسك وشركتك لو سمحت. محمود عبد المعطي البرودكت مانجر في اشتري. اشتري عباره عن ايه؟ اشتري هي بلاتفورم فور شوبينج. بنقدر من خلال اشتري ان انت تشتري من اكتر من مكان بشكل مختلف. هي فيجوال ستور ما بيبقاش فيه برودكتس، بس بتقدر عن طريق الموبايل تانتر اكت مع بانرز موجوده في مكاتب في شركات اندور او الدور اندور زي الشركات، او الدور زي النوادي والمولات وسمارت فيليج، عن طريق الموبايل، والاوردر بيوصل لك للبيت. البانر هناك تبعكم مش كده؟ مش باين البانر زي ما انت شايف. عليه برودكتس، كل برودكت اسمه ايه؟ عمرو شعبان، ماشي بوتيك يا شباب. البانر زي ما انت شايف عليه برودكتس، كل برودكت مربوط بكيو ار كود، بتعمل سكان للكيو ار كود ده بالكاميرا بتاعتك، وبتقدر تاوردر البرودكت اللي انت عايز تشتريه. طب دي حاجه جديده قوي في مصر، هل فكرك ان هتكون في مشكله انك تقنع الناس انهم يستخدموا تكنولوجيا زي دي؟ لان الناس متعوده يعني الواحد يتكلم البقاله هي فعلا حاجه جديده، بس احنا عملنا اكتر من فوكس جروب وسيرفي، الناس حابه طريقه جديده وحابين يجربوها، وهي ليها مميزات عن طريقه التليفون. التليفون انت بتبقى اولا مش فاكر انت عايز ايه، يعني زي مثلا لو قرنا الجروسري عندنا البانر هيبقى حوالي 6 متر او 7 متر، عليه اكتر من 400 برودكت، الموست بيبر برودكتس للبقاله زي السكر والزيت واللبن والسمنه والمكرونه والحاجات اللي بنستخدمها وبنجيبها طلبات البيت كلها. فالتليفون انت دايما ما بتبقاش فاكر انت محتاج ايه، لان انت ما بتبقاش شايف الحاجه، لكن لما بتبقى الحاجه قدامك بتقدر تقول بتشوف الحاجه، دي ناقصاني. غير ان انت بتملي اللي على التليفون الاوردر، فتمليه 7-8 حاجات، بتلاقي 5 حاجات منهم اللي جات لان هو نسي يكتب حاجه او سمع منك حاجه غلط. ده بالنسبه للتليفون، فهي يعني مو كونفينينت عن التليفون. هتوصلوا لسوق مصر طبعا؟ هنبدا بمصر. عندنا طبعا تطلعات ان احنا نجرو في الجلف، بس ده مش قبل سنه، ان احنا يعني ان شاء الله نعمل سكس ستوري هنا في مصر، وبعد كده نقدر نتنقل. طب هتوصلوا السوق المصري ازاي؟ يعني هتعرفوا الناس عن ال والله عندنا كذا طريقه عشان ندخل بيها الماركت. اولها السوشيال ميديا، طبعا دلوقتي بقت تول مهمه قوي في الماركتنج. تاني حاجه السبونسرشيب، احنا اوريدي عملنا سبونسرشيب مع نوكيا ووعدنا بماركتنج كامبين على الستور بتاعها. غير البانرز بتاعتنا هتبقى اكبر وسيله دعايه، لان هي هتبقى موجوده في اماكن عامه والناس هتشوفها، وعلى الاقل هتسال ده ايه، وهتبدا تحاول تجرب على الاقل. يعني الاب اونلاين، الاب موجود على نوكيا وايفون واندرويد والبلاك بيري وزن 2 ويكس موجود. انت كنت بتقولي دلوقتي ان الاب اكتر اب الاب الحمد لله بعد 3 ايام نزل بقى موست بيبيولر ان ايجيبت، ان اب ستور ايجيبت. احنا في 3 ايام دول عملنا اكتر من حوالي 2300 داونلود. عندنا الريفيو على الابليكيشن كويس، الريت بتاعنا فوق 4.5، الحمد لله دي بدايه كويسه. كنتوا عاملين صفقات مع سوبر ماركتات؟ طبعا احنا بدانا الانفنتوري بتاعتنا حاليا، الديلز الدون يعني اللي كلوزد عندنا اوفرنا، عند بناخد الاوفرز بتاعته بتاع البانرز عندنا. وعندنا تريب تانزا، شركه رحلات، شركه سياحه بتعمل رحلات، فحط الرحلات بتاعتها برضو على البانرز عندنا. وعندنا شركه اسمها 2M، هي شركه بتبيع الكروت بتاعت الجيمز الاونلاين زي زينجا وزي سيلك رود وزي حاجات ديت كلها، وان كارد يعني شبه وان كارد كده. وعندنا كمان
ايه تاني وبنكلوز ديل دلوقتي مع مترو وامريكان بس لسه ما فيش ساين كونتراكت لحد دلوقتي بس يعني باقي شويه ديتيلز بسيطه بنخلصها وان شاء الله في خلال شهر هنكون في النت. طب التعاملات مع الشركات الكبيره البقى الموجوده وبتتعامل يمكن بطريقه قديمه شويه زي مترو زي امريكان والله يعني احنا ما ننكرش ان الروتين عندهم عالي شوية بس يعني احنا بنحاول نتكيف مع الامر وبنحاول نديهم الوقت بحيث ان احنا بنضغطش عليهم عشان ما يحبوش الموضوع فاحنا سايبينهم يعني ده السبب ان احنا مطولين في الديلز يعني احنا بقالنا اكتر من شهر بنبشيت بس قدرتوا تكلموا الناس الحمد لله قدرنا نوصل للناس السيشن ميكر يعني فالموضوع كان بالنسبة لنا احسن من غيرنا بيقعد فترة طويلة على ما يوصل للكي بيرسون دوت لكن احنا الحمد لله وصلنا له بسرعة فيسر لنا امور كتير. وصلت له بسرعة ازاي؟ بعرف كونكشن نتوركينج ماشي. طب الخطوة الجاية الخطوة الجاية ان احنا بنعمل ديزاين للاب نازل بالديزاين النيتف بتاعه فاحنا دلوقتي بنديزاين الاب بنتاكد ان البروسيس بتاعتنا سليمه وفي خلال شهر من دلوقتي هيكون الاب موجود في كل البلاتفورمز وبديزاين مختلف عن الديزاين اللي موجود دلوقتي ده من جنب التكنيكال بالنسبه للبيزنس ان احنا هنحاول نجيب انفنتوري اكبر من مطاعم سوبر ماركتس مختلفة لشركات مختلفة يعني احنا في الاول كنا مركزين في الفاست فود والجروسري بس لقينا ان في بوتنشال عند شركات تانية كتير حابة ان هي تعمل ده زي اوفرنا وزي تريب تانزا يعني احنا مكناش حاطين في دماغنا خالص ان شركة رحلات او شركة سياحة تعمل حاجة زي دي عندنا فهنبدأ ده فتح لنا ان احنا ممكن يبقى في شركات تانية احنا لسه مش عارفين ايه هي بالظبط بس شايفين ان في حاجات تانية ممكن تشتغل معانا وطبعا اكسباند في الاماكن يعني نبدا بقى ننزل المولات نبدا ننزل اماكن مختلفه ودلوقتي الاماكن اللي معانا سمارت فيليج وفودافون هيد كوارتر ونوكيا هيد كوارتر وانتو في و اي تي وركس يعني أوكي. حوالي 8 9 اماكن طيب لو بس كلهم شركاتنا بتدوروا طبعا النهارده على استثمار لو ما جاش الاستثمار ده عندنا بلان بي طبعا عندنا بلان بي عندنا احنا اوريدي عملنا زي موتاك سبونسر شيب مع نوكيا فده جاب ريفينيو للشركه بلس ان طب الريفينيو الاساسي جاي من ايه الريفينيو الاساسي احنا عندنا كذا شكل الريفينيو عندنا تو كاستمر عندنا الادفيرتايزر وعندنا الفيندور بيدفع سبسكريبشن فيز بمجرد ان هو يحط اسمه على البرودكت بتاعه زي ما احنا شايفين على البانر كده وفرنا حاطط اللوجو وفي السبونسرشيب زي نوكيا كده وفي كمان الترانزاكشنز على كل عملية بيع ناخد برسنتج من كل ترانزاكشن شكرا لوقتك وموفق ان شاء الله.